اهلا بكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وفكره جديده نتقاسم معكم. واحد شغل نقول عليها، واحد الحليوه، حليوه اللي شويه سكري اللي الانسان يقدر يديها ياكلها ينجيه الجوع مثلا في الخدمه، او اذا كنتو كتقراو بحال هكايا العشيه ما قيس هذيك الربعه، او للصباح ما قيس هذيك ال 11 ولا ال 10 ونص. المهم كتكون شويه سكري وكتشبع وفيها لي زابور اللي كتعطي في لي نوتريمون، وداك الشيء زوينين. دونك نبداو كيف ما كتشوفوا كاين التمر، ما غاديش نعطي القياس يعني عينكم ميزانكم. كاين التمر، كاين اللوز، كاين القرقاع، كاين لي نوا دو كاجو، كاين الزريعه ديال نوار الشمس، كاين الزريعه ديال القرعه. كثروا منهم هاد الجوج بزاف بزاف، سورتو ديال القرعه لان فيها الزنك، فيها كتساب انها تطلع لا فيتامين دي، فيها بزاف ديال المعادن. وحنا محتاجين في هذه الفتره، انا ديما تنقولها المواديس فتره الخريف راها المناعه كتهبط. دونك ديجا شرحت علاش. دونك اننا ديجا نحاول ما امكن اننا نستهلكوا الخضر الموسميه والفواكه الموسميه ديال الفصل، و ميم طون نطلعوا المناعه ديالتنا بمسائل اللي مهم كنتوفروا عليها اللي في الاستطاعه ديالتنا. دونك غادي نجد واحد البتي ميكسور وغادي ندير فيه هذوك التمر وهذوك لي هذوك الفواكه الجافه. غادي وريتكم قبل ما نهضر على هذا الشيء، على هذا الميكسور هذا، وريت واحد المعلقه فيها النافع، زيدوا النافع. انا درت واحد شويه لانه ما بقاش عندي، دير واحد معلقه كلها عامره صغيره بالنافع. كيف ما قلت لكم انا بقى شويه اللي بقى عندي، دونك درتو ودرت هذاك حبه الهيل. شنو كتسمى بالدارجه؟ انا كنت عارفها بالدارجه، ما كنتش عارفها باللغه العربيه. دابا بقيت عاقل عليها باللغه العربيه، ما بقيتش عاقل عليها بالدارجه. هذه قعقلة جو بونس، زوينه بزاف، فيها حتى هي كتعطي بزاف ديال الفوائد. انا كنت هادو بحال هادشي كنسميهم انايا لي بتيت بومب اللي كيعاونونا بزاف الدات ديالنا. مزيانين كيتزادوا في الخبز وكيتزادوا بحال دابا في هاد الحليوات هادو، ولا نقدر نسميهم دي باغ دو فروي سيك. دونك هادشي غادي نديروه في شي ميكسور اللي كيطحن مزيان، وغادي نطحنوه حتى يتعسل شي شويه، يعني حتى داك لي فخويسك خاصهم يطلقوا الزيت ديالهم باش يلا اننا نقدروا نعجنوهم. من بعد من يلا يطحنوا ليا بحال هكا، غادي نزيد الزيت ديال الكوكو. زيدوا واحد ثلاثه المعالق كبار، انا درت غاشي شويه حيت ما بقاش ليا، دونك تكيست عليه حيت بغيتو في شي حوايج اخرين. زيدوا نتوما هي ثلاثه ديال المعالق كبار وزيدوا طحنوا غير بشويه. يعني الا كانت عندكم شي ماكينه اللي كتسخن طحنوا وحبسوا باش ماشي يلا ما تخسروش الماكينه ديالتكم. انا هذه تقريبا شريتها ماشي بزاف، وصراحه زوينه كطحن من داكشي رفيع، خديتها بشي 300 درهم وقيلا من جوميا. هنا ملي طحنت ليا مزيان انتم كتشوفوا لا كونسيستانس ديالها و تيدمات. دونك غادي نجد واحد الصينيه ولا واحد المول، وغادي نسميتو بغيتو دهنوه وغادي تتفو فيه هذاك الخليط، تتفو فيه مزيان. يعني خاصكم بحال قلتو تعجنوه مزيان باش يلا يقبط راسو. وواحد القضيه اخرى بالنسبه لكاينين الناس اللي عندهم حساسيه من الفواكه الجافه، تقدروا ما ديروش الفواكه الجافه، ديروا مثلا غير الخرطال، تشدوا الخرطال تاخذوا الخرطال البلدي وديروا تحمروه شي شويه في الفران، وزيدوا معاه مثلا هذاك، زيدوا معاه التمر، زيدوا معاه هذاك دوك النوار الشمس، الزريعه ديال النوار الشمس، الزريعه ديال القرعه حمراء، زيدوا عليه شي حوايج اخرى اللي ما كتضركمش. تقدروا تزيدوا عليه حتى لي فلوكون ديال الشعير مثلا.
او لا بلاش الشعير، الشعير فيه الجلوتين، يقدر يكون عندكم حتى حساسيه من الجلوتين او لا تكون عندكم امراض مناعيه. ديروا غير الشوفان، ديروا معاه هذا الشيء، ديروا معاه حتى زريعه الكتان، حتى هي زريعه الكتان مطحونه، ديروا معاه شويه ديال سميتها لهذاك الجنجلان حتى هو بهذه الطريقه هذه، وطحنوها في الميكسور وصافي. ومن بعد عجنوها كيف ما شفتوا في داك الامتيمول، دخلوها ديروها في الثلاجه شي شويه باش تقبط راسها. من بعد غادي ندير انايا ما غندير معاها شويه ديال الشوكولا نوار. شديت شويه ديال الحليب مع شويه ديال الشوكولا نوار، يكون ان شوكولا امير يعني فيه نسبه الكاكاو طالعه بزاف. اختاروا شي شوكولاته يكون مزيان. وغندير مع ويل دو كوكو، ندير مع جوج معالق صغار ديال ويل دو كوكو، وغادي نديرو في بماغي باش يلاه يدوب ليا. ومن بعد غادي نديرو فوق هذاك الخليط اللي عندنا، هذاك الشيء اللي درناه، هذاك العجينه اللي درناها ديال الفخويساك ديال الفواكه الجافه. نسيت ما قلتش لكم انني زدت فيها حتى الزيت، راكم شفتوها في لا فيديو، درت فيها حتى الزبيب، الزبيب الكحل، يعني عزيز عليا الزبيب الكحل. دونك كتجي متكامله، كتجي فيها يعني غنستافدوا منها بزاف. المهم هذه الوصفه راه معروفه، راه الناس كاينه في يوتيوب، الناس بزاف كيستعملوها سورتو قنوات الاجنبيه. انا عزيزه عليا بزاف لانها فريمون غير واحد الطريف كتقهم، ما كتبقايش مازال قادره تاكلي شي حاجه اخرى. دونك انسان كيديها مره مره وعطوها لوليداتكم، خير نقولوا نعاودها خير من هذيك السقاطه اللي كتشريو ليهم. اللهم يتعودوا على هذا الشيء، دي سناك اللي صحيين وزوينين واللي يعطيهم الانرجي. سورتو انا دابا القصه ديال التمر، تقدروا تزيدوا حقه الخروب. مهم نتوما شنو عندكم وانتوما والذوق ديالكم. مني سرحت هذاك الشوكولا على هذيك العجينه، درتها درتهم كلهم، درتهم في الثلاجه، خليتها واحد 4 سوايع في الثلاجه تقبطات راسها مزيان مزيان. صافي كتقسموها كوم دي باغ طريفات صغار وديوها معكم. انا بعدا كتنفعني، حتى دابا الا جاني الجوع ولا هذا كناخذ واحد شي شويه، على حسب نقدر ندي التمر، نقدر ندي هي، نقدر ندي تفاحه، المهم على حسب كل مره واش. هنا يلاه قسمتها، درتها في هذا الطبيسيل هذا، نتوما كتشوفوا المنظر ديالها كيفاش كيجي كيشهي، كيجي زوين. كتعطيك الرغبه انك تاكليها. كيف ما قلت لكم غطريف واحد راه كيشبع، كتعمر الكرش، وميم طون كتعطيك لينيرجي، وكتستافدي من النوتريمون اللي فيها. دونك كنتمنى ان هذه الفكره تكون عجبتكم، كنتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، والسلام عليكم.